طلع في الاخر اصلا طلعت تليفوني فقلت افسح يا بطر كام بكره تكون وانا يوم من يومي. حريقه برودكشن قاعد وبتفرج وراقب في اللي حواليا صدمه ورا صدمه من اقرب حد كان ليا كل الناس عليا بتقسى ما بقتش مستغرب مين اتغير ومين لسه بقى كله بيبعني يا ناس لما اديله الفرصة انا كل يوم بسمع حاجات عن نفسي معرفهاش والزيطة بقى تكتر من اللي بيسوى وما يسواش والشم ما تنتش مات من النار اللي ما تهداش كل اللي كانوا جنبي لقيتهم فص ملحوبة بقوا زي قلتهم واقفين من ورا الابواب يا خسارة عالدنيا وعالحب وعلى الاصحاب ياللي انتوا خسرتوني مش هتعودوني بكرة تقولوا انا يوم من يومي كنت نعمة ليكوا بعتي من ايديكوا يلا خسارة فيكوا عيشوا وانسوني صح كله معاه ما طمرش في عبد الايدين اللي كانت شايله دورت على عز ولقيتني خرجت من بدري ما لقيتش غير قسوة يا دنيا وانكسر ضهري مفيش سند ليا وكله في شدتي بيجري بكره عيبكوا يندموا على بعض